السلام عليكم طلابنا الاعزاء رمضان مبارك عليكم ان شاء الله هاي اول محاضره من محاضراتنا بهذا الكورس ريجاردنج الفيزيكال فارماسي اللي هو الموديول الثاني اللي راح تاخذوه هاي المحاضره تمثل محاضره يوم السبت 2/5 سنه 2020 بهاي المحاضره راح ناخذ انترودكشن على المواضيع اللي راح ندرسها هذا الكورس شنو الموديول كونستراكشنز شنو الاوبجكتيفز Behind ايتش One اوف ذيس موديول انجريدينتس شنو راح نسوي اسسمنت وشنو الريفرنسز اللي راح نتبعها هذا السليبس مالتنا شنو بالنسبه للسليبس راح تشوفون مجموعه من المواضيع ثمانيه تبدي بالسوليبيليتي ديستريبيوشن فينومينا كومبلكسيشن الكاينيتيك انترفيشال فينومينا كولويدال سيستم مايكروميريتكس وبارتيكل سايز ميجرمنت واخير موضوع بيها هو البوليمر ساينس So introduction. What is the importance of the physical pharmacy to And pharmacy students. In the beginning, we need to recall the definition of pharmaceutics. So, what we defined pharmaceutics previously, we said the pharmaceutics is the science dealing with the conversion of a drug into medicine, and then giving that medicine to the patient safely and effectively. In order to arrive to this conversion from the pure drug into medicine we need to have a full understanding of the physical chemical properties and their uh, behavior of this molecule of these crude drugs before we convert it into the medicine and then we need to study the physical chemical properties of those medicine in order to understand their Suitability to give to the patient to understand their stability how long they're going to be stable and effective and safe to be given to the patient in order to know that you need to have a lot of information regarding the uh, biopharmaceutics, the kinetics and so on. What do we need in this module. First of all, you need to have uh, good information about mathematical equation, mathematical derivation. كيفية اشتقاق المعادلات وغيرها اللي راح نشوفون بعض المعادلات أدنى نستخدم بها مثلا تكامل مشتقة فلازم تعرفون شون هذه المعادلات. بعد شنو نحتاج؟ نحتاج نعرف كل ال concentration expressions نفس اللي أخذتوها بالمرحلة الأولى شون ملي جرام بير سنت، جرام بير سنت، بالمول وهكذا كلهم عمليات التحويل المول فراكشن وغيرها بعد ملاحظه مهمه الرسوم دائما يجي سؤال بالامتحان هسه حتى بالامتحان المد بالنسبه للكورس الاول كان عندكم مشكله في عمليه الرسم الاكس اكسس والواي اكسس دائما لازم تثبت شنو الواي اكسس وشنو الاكس اكسس قبل لا تخلي الرسم بالنص لان انت اذا ما مخلي ذني الثنين ما راح تعطيك اي انطباع عن اكو كورليشن co انت رسمت خط مستقيم أو رسمت خط صاعد او خط نازل رسمت فتشي يصعد وينزل شنو هو هذا اذا ما محدد شنو الاكس والواي حتى نعرف شنو الكورليشن بين ذيز تو ثينجز <تشفت> خلال هذا الكورس مثل ما قلنا راح ندرس معلومات مهمة عن solubility, complexation, kinetic stability راح نحكي على إذا يصير عندك تو uh, two سيستم system شيء راح ناخذ interfacial phenomena, colloidal dispersion راح نحكي على solid بارتيكل راح ناخذ في science اسمه micrometrics اللي هو particle سايز science وبعدين أخير شيء راح ناخذ على liquid dosage form شلون الريولوجي مالتها والفسكوزيتي آخر شابتر راح يكون على البوليمر وبعض انواع الفارماسيوكال ابليكيشن تو خلال هذا الموديولز احنا راح ناخذ ثلاث محاضرات نظريه خلال جدول الاسبوع اللي نزل لكم هذه المحاضره راح احاول قدر الامكان ما اخليها تتجاوز 20 سلايد قدر الامكان دائما اقل من 20 او اقل من 20 سلايد خلال هذا الاسبوع قلنا بثلاث محاضرات في الاسبوع بنفس اليوم راح انزل لكم الفايل الصوتي مع فايل مالت البي دي اف بالنسبه للعملي هو المفروض عندنا مختبر ابو ساعتين لكنه بسبب هذه الظروف والاوضاع اذا تبقى مستمره راح يبقى مؤجل موضوع العمليه الى ما بعد عوده الدوام، احنا تقريبا عندنا خمسه او ست تجارب تسهل لكم فهم المواضيع النظريه وممكن انا يعني اتطرق لكم اياها في بعض اثناء شرح المحاضرات تباعا. اول شيء خلينا نعرف الأوبجكتيف Objective Behind the Study، Why the Pharmacy students need to study for example Solubility. because all of our formulations as we said previously in determining the bioavailability any formulation for a drug it first need to be soluble inside the gastric fluid and then absorbed to be bioavailable at site of action that's why the solubility is very crucial amount, not only for the liquid preparation but also for solid preparation. Even you're talking about tablet or capsule or any solid dosage form, the solubility of active ingredient inside the body fluid is important factors. That's why we need to know everything about the solubility of your crude molecule. For example, you need to know what is the solubility definition, how we can define solubility, what is the solubility expressions. How we express the solubility, what we mean by slightly soluble, what we mean by freely soluble, and so on. Uh, in addition to that, you need to understand, for example, how we can increase solubility of certain ingredients. As you can see, most of our drugs in the pharmacies are slightly soluble or even practically insoluble. So, what we can do to the formulation and to improve the solubility and make it better so also we're going to understand or talk about some factors that we can use to increase solubility how we measure solubility also we're going to study that and finally we will talk about the partition coefficient which is a special type of the solubility give you information is your molecule going to pass it through the biological membrane or not when you put your drug in a cream formulation for example and you put it on the skin is your drug going to pass the skin layer to go to systemic circulation or not. How we can know that? By using one of the information of the physical chemical properties of the drug. That is called partition coefficients. The second chapter would be involved the complexation the complexation uh, there are so many techniques to do complexation we're going to study the principle behind these techniques and finally we're going to talk about the pharmaceutical application of complexation how we use complexation for example to improve solubility to improve stability to improve biological activity and so on and then okay you already have a formula but how long your formula is going to stay stable it's going to stay stable for one year for six months for two years how are we going to know that by doing what we called stability study so in order to do stability study you need to do what's called the reaction rate kinetics you need to know what is we mean by zero order kinetic by first order kinetic بالسaturated kinetics and what is the Arrhenius equation؟ uh, how we can determine what we call the shelf life or the expire date؟ يعني <making> مثل <good> ما تعرفون كل دواء قديم الصيدلية وفجأة مكتوب عليه expire date. شلون حددوا هذا expire date؟ أو أنت كباحث سويت formulation جديدة وتريد تقول أنا هاي formulation مالتي راح تكون safe and effective but for how long it's going to stay safe and effective؟ so you need to study. the stability of your formulation. That's why it's a very important chapter in this module. Then we're going to talk about when we're having two-phase system. So when we have two phase system, there is a boundary between them. What are the properties of this boundary? This is because this, this property is going to improve the stability of our subsequent dosage form. when you have multiple phases dosage form. For example, emulsions, creams, suspensions, and so on. And one of these properties is the surfactant and the surface active, uh, sorry, the surface tension or interfacial tension. And then from which we're going to understand what we mean by surfactants and how we can go you know, to use uh, surfactant in the pharmacy field. Then we're going to move.

مالتهم شلون امنع انه ما يتحول الى كورس ديسبرجن ان سو اون راح ناخذ على سوليد دوزج فورم على السوليد باودر البروبرتيز مالتهم من عندك باودر موليكيول شلون نقيس البروبرتيز مالتها انكلود مورفولوجي السايز الشيب الديستربيوشن مالته. هذا الساينس كله انصح للمايكرو ميراتيكس. سو الابلكيشن اوف ذا مايكروميريتكس بالفارماسي هم راح نعرفها من خلال شنو الأجهزة اللي ممكن نستخدمها لمعرفة هاي المورفولوجيكال بروبرتيز وشنو الفائدة مالت هاي المورفولوجيكال بروبرتيز إذا أبدل بعض هذه البروبرتيز شنو راح نوصل إلى نتيجة الشابتر اللي بعده راح نحكي عن الليكويد دوزج فورم واللي هو يصيح له او اللي هو إله آه اللي علاقه بال الفيسكوسيتي مثلا مالة المحاليل الشير ريت شنو معناته شنو معنات الشير سترس شنو معنات فلويد شنو بلاستيك او شنو الاستيك هذين كل هالمصطلحات راح نتعرف هاي مصطلحات جدا مهمه وتاثر لنا هواي على الاستيبيليتي مالت الفورميليشن مالتنا مصطلح الثيكسوتروبي شنو يعني ثيكسوتروبي مثلا ابسط مثال اعطيكم عندك بالبيت الكجب وطل ما الكجب من تخلي البطل الكجب هو باقي على وضعه كانه صلد لا يتحرك ولا هاي من تجي تسوي على مده صب جزء من عنده فراح يشوفه يتحول من هذا القوام السوليد انتو ليكويد فورم <سؤال> هذا الكونفرجن فروم ذا سوليد انتو ذا ليكويد نصيح له تروبي. هذا المحلول كان مسوي فورميليشن بشكل صاير ثيكسوتروبي مالته عالي بحيث هو بالبطل بدون تحريك هو سوليد من تبدي تسوي له شيفنج راح يبدي يصير فلويد اكثر حتى يسوي له بورنج ايزلي هاي كلش مهمه تسيدنا من نسوي فورميليشن مثل هاي تخليه يجي فورميليشن توصل لهي الحاله معناته انت راح تضمن انه باقي الدوزج فورم يونيفورم از لونج از اتس ستورج in your pharmacy.

الإمارات بالنسبة لتقسيم الدرجة المفروض المفروض انه احنا عندنا 25 درجة على الأمريكا 75 على النظري ما بين ميد وفاينل لكن احنا راح نبقى نعتمد هل راح ناخذ تجارب لو ما راح ناخذ فبصراحة هذا راح يبقى معلق الى ان تجينا تعليمات جديدة من الوزارة الريفرنس اللي راح نستخدمهم هو اول كتاب المنهجي مالتكم هو المارتن فيزيكال فارماسي واكو هذا المارتن هو امريكي في المرات اللانجوج مالته تكون صعبه اكو كتب شوي اسهل من عنده مثل اولتن فارماسيوتكس والفيزيكو كيميكال برنسبل اوف فارماسي اثنيناتهم كتاب بريطانيات اذا مفهوم يتصعب هناك بالمحاضره ما افتهمته ممكن ترجع لهذين الكتاب بين حتى تفتهمه بصوره اكثر واشكركم هواي على الاستماع مالتكم ان شاء الله ما طولت عليكم بالمحاضره حاولوا تستفادون من جوجل روم اي سؤال عندك كتبه بالتعليقات مالت المحاضره وان شاء الله انا راح انزل لك الجواب باقرب فرصه شكرا للاستماع مره